للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الحالي، تتخطى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس وتوافق على صفقة طارئة لبيع أسلحة لقوات الاحتلال التي تواصل حربها ضد المدنيين في غزة. الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية لقوات الاحتلال تبلغ قيمتها أكثر من 147 مليون دولار. هي صفقة تساعد إسرائيل على قتل المدنيين في غزة بحسب المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، والذي استقال من منصبه احتجاجاً على دعم الكيان الصهيوني في حربه على غزة، والذي أكد أن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها بلينكن ستمكن إسرائيل من مواصلة العمليات التي أدت وتؤدي إلى مقتل المدنيين في القطاع، واصفاً ما قامت به الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بالمخزي والجبان. المسؤول الأمريكي أشار أيضاً إلى أن تزويد قوات الاحتلال بهذه الأسلحة يعد استهزاءً تاماً بتأييد بلينكن المتكرر للنظام الدولي القائم على القواعد. القرار الحالي ليس الأول من نوعه، فقد اتخذ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قراراً مماثلاً في التاسع من الشهر الجاري بالموافقة على بيع نحو 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لقوات الاحتلال الصهيوني تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار. تسليح ودعم غير متناه وصمت دولي مطبق في وقت تؤكد منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية والدولية أن لا حل في غزة سوى بإيقاف فوري لإطلاق النار ينهي معاناة أكثر من مليون فلسطيني تعرضوا ويتعرضون للنزوح بشكل شبه يومي إذا ما حالفهم الحظ وأخطأتهم قذائف الموت التي ترميها قوات الاحتلال على رؤوسهم.